28 إبريل من عام 1908 قرر مؤتمر بروكسل منع تجارة السلاح في مسقط، ورغم ذلك فقد واجهت القنصلية الفرنسية في مسقط متاعب في هذا المجال، من ضمنها قضية تاجر السلاح الفرنسي جوغير الذي كان أنشط تجار السلاح في مسقط، حيث رفض الامتثال لقرارات المؤتمر. الثامن والعشرون من إبريل من عام 1972 أصبحت السلطنة عضواً في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. الثامن والعشرون من إبريل من عام 2001 توفي الشاعر سليمان بن عبد الله بن عباس الجابري، المولود في صحار في الخامس من ديسمبر من عام 1949. تعلم على يد شرف بن علي الموسوي، ثم سافر إلى قطر حتى عام 68، فعاد إلى صحار وعمل في التجارة مع والده، ثم سافر عام 1970 إلى العراق واستقر في النجف ودرس هناك، ثم اشتغل في التدريس، وبعد عام سافر إلى إيران وأقام في قم وتعلم هناك أيضا، وعاد إلى عمان سنة 1979. اهتم بإلقاء الخطب والمحاضرات في عدد من ولايات شمال الباطنة، وأسس مكتبتين في مسجدي الإيمان والرحمة بصحار، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات في دول الخليج وإيران وسوريا وأستراليا. طرق أغلب أغراض الشعر العربي من مديح ورثاء وغزل وحكمة وغيرها. الثامن والعشرون من إبريل من عام 2001 أشهرت الجمعية الطبية العمانية، من أهدافها المحافظة على آداب مهنة الطب وبث الوعي الصحي ومساعدة المرضى وتقديم الاقتراحات لتطوير الخدمات الصحية والتعاون مع الهيئات المهنية المماثلة في الدول الأخرى وغيرها من الأهداف في هذا المجال. الثامن والعشرون من إبريل من عام 2009 افتتح مؤتمر التمويل التنموي لدول آسيا الباسيفيك، الذي بحث الوضع المالي العالمي انطلاقاً من حرص السلطنة على دعم وتشجيع التمويل التنموي، والذي قطعت السلطنة فيه شوطاً كبيراً منذ تأسيس أول مصرف تنموي في السلطنة باسم بنك عمان للتنمية عام 1976. الثامن والعشرون من إبريل من كل عام تحتفل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات ذات الاختصاص باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.